طب بص بقى، يا تتصل بمنة وتصالحها دلوقتي يا تشرب العصير. ليه كده؟ انا جاوبت على اربع بقول لك حاجه انت تحبها، لان انا شايفه في عينيك نظرات حب واحترام وتقدير وحاجات كتيره حلوه، فما اقول لك كلمها تفرح ما تتضايقش. ده انت تقولي لا عصير ايه ده، انا اكلمها عادي. ولا تفتكر هي مش هترد عليك؟ لا طبعا هترد عليا طبعا. عامله لك بلوك هي؟ لا. اخر مره كلمتها امتى؟ من قريب. قريب قد ايه؟ يعني من كام يوم كده. من كام يوم؟ قريب جدا يعني، ممكن نقول من يومين. اخر رساله على الواتساب ايه؟ اخر رساله؟ اخر رساله ما بينكم. اخر رساله منها هي ولا مني انا؟ منك ومنها. كنا بنطمن بس على بعض بس. يعني الاخبار كانت والدتها تعبانه فكنت بطمن عليها. كويس الله يسلم. تطمنوا على بعض بس ما فيش اي كلمه؟ لا حب بالعكس، وحشتيني بحبك الكلام ده. يعني احنا الفتره دي يعني منا ان شاء الله بتحضر زي ما قلت لك، بتعمل حاجه جديده. بتكلم على المشاعر يا محمود. حلو. مش بتكلم على الشغل. انت اخر رساله حب لمنا بعتها امتى؟ انا النهارده كنت منزل على الستوري عندي على الانستجرام، كنت منزل كوبليه بيني وبين منا، ده النهارده، ده اغنيه كنت بتاعت وائل كفوري على العيد الميلاد اللي كان بيني وبينه كنا بنحتفل فيه، كان فيديو ما بين، ونزلته رساله ليها. ده بتبعت لها مسج ان والناس اللي يعني كلمها بتضحك ايه؟ قريب ان شاء الله. انا جاوبت اهو. خايف ما تردش علي؟ لا بالعكس والله هترد طبعا. ماشي انا هسيبك دلوقتي عشان لسه في فقره ضرب نار، هيبقى فيه ضرب نار اكتر. بس وانا قلت لك تصريح ما قلتوش قبل كده بيني وبين منك.